حرب الأفيون الثالثة. زي اليومين دول سنة 1854 كان في حرب الأفيون. حرب اسمها حرب الأفيون؟ نعم، حرب اسمها حرب الأفيون. حرب الأفيون كانت بين الصين وبين بريطانيا. قبل كده بشوية كانت أسبانيا القوة الأولى في العالم، بعد أسبانيا أصبحت بريطانيا القوة الأولى في العالم. لما بقت بريطانيا القوة الأولى في العالم بدأت تضغط على دول كتيرة ومنها الصين. الصين حضارة عظيمة وتاريخ كبير جدا، وبريطانيا ما عندهاش تاريخ إطلاقا يضاهي تاريخ الصين، وكانت في حقبة استعمارية، فكان في حقد على الصين وعلى الحضارة الصينية وعلى التاريخ الصيني. في حرب الأفيون اللي حصل إن بريطانيا كانت عاملة تجارة مع الصين. هذه التجارة الصين بتدي منتجات زراعية وصناعية ومادة أولية وما إلى ذلك، منتجات تديها والمقابل ذهب وفضة. فصادرات الصين منتجات وبتاخد مقابل ده ذهب وفضة. مع الوقت لأن الصين تقيلة بقى في عجز في الميزان التجاري بين بريطانيا وبين الصين. فبريطانيا تعمل إيه عشان تسد عجز الميزان التجاري؟ لأن هي بتدي ذهب وفضة كتير جدا وتاخد منتجات، هي بقى مش عايز تدي لا ذهب ولا فضة وتاخد المنتجات. فكرة جات لها مذهلة جدا وسيئة للغاية، إن هي تصدر الأفيون للصين، يبقى تاخد منتجات مقابل أفيون، فتدي أفيون للصين بدل ما تديها ذهب أو فضة. واستمر الأمر على ذلك بعض الوقت. الصين انتبهت، إيه العك اللي بيحصل ده؟ أنا كنت باخد ذهب وفضة مقابل إن أنا بديهم حاجات، دلوقتي ما بديهم منتجاتي علشان آخد منهم مخدرات، آخد أفيون مقابل ذلك. الصين قالت لأ، يستحيل، وجابت بعض التجار الأفيون الصينيين وأعدمتهم. بريطانيا احتجت إزاي تعدموا تجار الأفيون، وأعلنت الحرب على الصين فسموها حرب الأفيون كسنة 1840. هدف الحرب ديت إن الصين تدي المنتجات وتاخد المقابل أفيون للشعب الصيني. طبعا اتهزمت الصين، كانت وقتها بريطانيا متقدمة عسكريا ورضخت وبقت فعلا تدي منتجات وتاخد المقابل أطنان من الأفيون. شوية الناس اتنرفزوا في الصين، ازاي ده يحصل؟ 1854 بعد 14 سنة الصينيين قالوا لأ وهنعدم تاني تجار الأفيون. قامت حرب الأفيون التانية، بريطانيا هزمت تاني الصين وسحقتها في هذه الحرب. لما نحل الحرب الأفيون نجد ما يلي. نمرة واحد، إن دي أول حرب في التاريخ دولة تجبر دولة إنها تاخد المخدرات، إن بشكل شرعي كده وقانوني الدولة دي غصب عنها تستورد المخدرات من الدولة دي. نمرة اتنين، اللي كانوا بيقولوه الأوروبيين وقت الاستعمار، جايين بقى ننظفكم ونحضركم ونطوركم، كلام فارغ، لأن هو هنا في الصين لما لقاها بتنتج ودولة قوية فبيديهم الأفيون. ده اللي جاء بيه الاستعمار، مش الحضارة والثقافة والتنوير، إنما جاء من أجل تغييب الشعوب زي ما حصل في الصين. نمرة ثلاثة، في حقد على الدول اللي فيها حضارة، وعشان كده على قد مصر ما في دول كتير جدا وشعوب كتير بتحبها لأنها دولة ذات حضارة، على قد برضو ده ما بيعمل حقد على إن إحنا بلد لها حضارة، بلد لها 7000 سنة حضارة، ده حقيقي بيثير أحقاد البعض في العالم. وده اللي حصل مع الصين، إن الصين لها حضارة كبيرة جدا، 4000 سنة حضارة، فهم عايزين يهدوا الإنسان الصيني، فيهدوه إزاي؟ بالأفيون، يعيش بقى مع الأفيون، ينتهي الإنسان الصيني والحضارة الصينية. بعد كده بسنوات طويلة جدا نيويورك تايمز قالت إن في حرب أفيون جديدة من نوع جديد. لما أمريكا احتلت أفغانستان وضربت أفغانستان، كانت بتخسر أمريكا والغرب، النيتو كله على بعضه كده تحالفه بيخسر سنويا 2000 قتيل. لكن في أفغانستان اللي هي الدولة الأولى في العالم في إنتاج الأفيون،
والأفيون ده اللي بيطلع منه الهيروين، وبالتالي هي المنتج الأول للهيروين في العالم. بيموت من أمريكا، كان بيموت أثناء الحرب 2000 تقريبا سنويا، لكن بيموت من الهيروين 10,000 سنويا. فنيويورك تايمز قالت ان دي حرب الأفيون الجديدة، ان الأفغان بيموتوا مننا 2000 في القتال، لكن بيموتوا 10,000 بالأفيون وبالهيروين من الأمريكان سنويا. ممكن دلوقتي نتكلم على حرب أفيون جديدة أخرى، ممكن نسميها حرب الأفيون الثالثة، لأن هم بيسموش الحرب بتاعت أفغانستان الحرب الثالثة. حرب الأفيون الثالثة في تقديري هي الحرب على مصر. إن اللي حصل مع الصين في منتصف القرن 19 اللي هو حرب الأفيون لتدمير الشعب الصيني، بيحصل دلوقتي مع مصر لتدمير الشعب المصري. هم حضارة وإحنا حضارة، وهم كانوا أقوياء وإحنا كنا أقوياء. الحرب دلوقتي هي حرب المخدرات على مصر. الأرقام بتقول إن إحنا حوالي 24 مليار جنيه سنويا حجم تجارة المخدرات في مصر، يعني قد نص قناة السويس الجديدة. يعني حجم تجارة المخدرات في مصر في سنتين يعادل مشروع قناة السويس الجديدة. أموال لا نهاية لها بتهدر في هذا الشيء اللعين اللي هو المخدرات. بدل ما نبني ونعمر بهذا الرقم، بدل ما يكون عندنا 23 أو 24 مليار سنويا بيخش في أعمال عظيمة زي قناة السويس أو زراعة أراضي أو ما إلى ذلك، بيروح على تجار المخدرات وعلى تدمير الشباب. الرقم اللي بتقوله وزارة الصحة في مصر في 3 مليون مدمن. الرقم اللي بتقوله الأمم المتحدة 5 مليون مدمن في مصر. الرقم اللي بيقوله المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وهو مركز مرموق بيقول 8 مليون مدمن. إذا خدنا الرقم اللي في النص، رقم الأمم المتحدة، لا رقم الحكومة ولا الرقم الكبير، يبقى 5 مليون. طب ناخد أقل رقم، 3 مليون مدمن، يعني 3 مليون مشروع مجرم أو مجرم بالفعل، لأنه يتعاطى المخدرات ويفقد صوابه، قادر أن هو يعمل أي شيء، يتحالف مع الإرهاب، يدمر بيته وأهله وأسرته وعيلته، وقطعا غير وطني، لأن أول حاجة ممكن يبيعها بلده، لأن أصلا يقدر يبيع اللي أغلى حتى من برده اللي هو شخصيا وحياته وروحه وأهله. حرب الأفيون الثالثة هي حرب المخدرات على مصر، اللي حجمها قلنا يقارب 24 مليار جنيه سنويا. إذا بقيت تجارة المخدرات رائجة على هذا النحو، إذا بقي في مصر حوالي 5 مليون مدمن، مهما نعمل لا مستقبل إطلاقا. المستقبل الحقيقي إن لابد أن يقل عدد المدمنين، إن في حرب حقيقية على المخدرات. الحرب على المخدرات أهم من الحرب على الإرهاب. المخدرات أكبر مصدر لتهديد الأمن القومي في مصر، تلي إسرائيل ثم الإرهاب، والتلاتة هو المثلث الأسود اللي بيهدد هذا الوطن، والمخدرات رقم واحد، لأنها بتهلك أجيال كاملة، 3 مليون إنسان أو 5 مليون إنسان أصبحوا خارج الخدمة، بل عبء على الخدمة الإنسانية في مصر. دلوقتي تجارة المخدرات موجودة في أماكن كتيرة، دول كتيرة بتعاني كتير، لكن بالنسبة لنا قيمنا وثقافتنا وديننا وأخلاقنا مبادئنا وتاريخنا ضد هذا الأمر. لابد أن تكون حربا على تجارة المخدرات، إذ للأسف أكبر دولة منتجة لها هي دولة إسلامية.